النهارده تلقينا بلاغ من مؤسسه فريق الفكر والتعبير حوالين ان في طالب اتقتل في جامعه القاهره اثناء تظاهرات عن طريق افراد الشرطه. توجهت للمصلحه بعد وصول الجثه هناك، انتظرنا فتره عقبال ما دخلت الجثه المشرحه وحضر حد النيابه عين الجثه وامر بتشريحها. كشفنا عن الجثه وشفنا اول حاجه الاماكن الاصابات بتاعته. كانت اول اصابه عنده كان في فتحه موجوده فوق على الصدر الشمال. الفتحه دي هي اكبر من فتحه الخرطوش، حددناها في البدايه ان هي ممكن تكون بلية او طلقه حيه. بعد كده كان في اصابه ثانيه موجوده في اعلى الحوض الشمال، دي كانت برضه نفس حجم الاصابه اللي في الصدر. عنده اصابه في ظهره في اسفل الظهر من ورا ناحيه الشمال برضه، وكان في رده خفيفه مكان الطلقه ما دخلتش، يعني خبطت وما دخلتش. استنينا لحد ما جه الطبيب الشرعي. جه الطبيب الشرعي وحضرنا التشريح. اول حاجه ركزنا عليها ان ما يكونش فيه علامات اختناق، محمد ما كانش فيه اختناق نهائي. سبب الوفاه الرئيسي هو نزيف داخلي جوه الرئتين بسبب الطلقه، عملت اختراق وتهتك في نزيف الرئه، ده تسبب في نزيف جوه الرئتين، ده اللي ادى للوفاه وده السبب الرئيسي للوفاه زي ما قال الطبيب الشرعي.